القعدة في البيت وعدم الاختلاط بالناس من أحسن الوسائل اللي ممكن نحمي بيها نفسنا والناس اللي بنحبهم من الإصابة بفيروس كورونا، لكنها في نفس الوقت ممكن تكون تحدي كبير عند عائلات كتير. وإحنا قاعدين في البيت نعمل إيه؟ وعوا أفراد العيلة كلها بأساسيات النظافة للوقاية من الفيروس من غير تهويل ولا تقليل، زي استخدام غسيل الإيدين بالمية والصابون لمدة ما تقلش عن 20 ثانية على الأقل، والكحول لتطهير الإيدين لو المية والصابون مش متاحين، والكلور المخفف بالمية لتطهير الأسطح. تجنبوا الكلام عن الفيروس طول الوقت بشكل فيه قلق أو خوف قدام الأولاد عشان خوفكوا ده ما يتنقل لهمش. اهتموا أكتر بأنكم تسمعوهم وتطمنوهم أنكم بتعملوا كل حاجة عشان تحافظوا عليهم وأنكم بتحبوهم. حطوا خطة يومية لأنشطة الأولاد وأنشطة تانية يشارك فيها أفراد العيلة كلهم. اطبخوا سوا، العبوا سوا، رتبوا البيت سوا، وغنوا سوا. اهتموا بالأكل الصحي وممارسة أي نشاط رياضي خفيف جوه البيت. كلموا بعض في التليفون أو استخدموا الإنترنت في أنكم تتواصلوا مع الناس اللي بتحبوهم. شجعوا أهالي أصحاب أولادكم أن أنتوا تتقابلوا أونلاين وتشاركوا مع بعض أفكار لتقضية الوقت في البيت. افتكروا دايماً أن الأطفال هينسوا الفيروس، لكن هيفتكروا الوقت اللي قضوه معاكم. دي فرصة ما بتتكررش كتير أن العيلة كلها تبقى موجودة وعندها وقت لبعضها. استغلوها صح.